كابتن اسامه اخيرا رجعنا لك اهو تحت امرك. عايزين نتكلم بقى فنيا عن احداث المباراه. نبدا بالشوط الاول، سيطره من النادي الاهلي ونسبه استحواذ عاليه جدا، ويمكن الكابتن هاني والكابتن علاء بين الشوطين قالوا كنا نتمنى ان النتيجه تبقى اعلى من كده. مظبوط، الشوط الاولاني واضح ان صبري لاموشيه كان قلقان قوي من فرقه النادي الاهلي. هو بيلعب كل الماتشات اللي فاتت قلنا 4-2-3-1 او 4-4-2، وكنا متوقعين ان ممكن يبدا زي ما نهى بالمعز علي مع كمان اولونجا في البدايه ويلعب 2 ارتكاز عادي واربعه في الخلف. هو واضح طبعا اتفرج على ماتشات النادي الاهلي كتير، واضح انه بالنسبه له الرؤيه انه النادي الاهلي بيسيطر وبيعمل استحواذ كويس في نص الملعب، خاصه ان هم احنا قلنا في الـ في الـ في المناطق اللي هي العربيه غير مصر وشمال افريقيا ما عندهمش التحفظ الدفاعي قوي. مظبوط، يعني بتلاقي الكوره مفتوحه، يعني ما قلت لك انا نتائجهم كلها مثلا تلاقيهم كسبانين 6-8-4 وبعدين مغلوبين من السد 3 مرتين، مغلوبين من الغرافه 3-0، يعني بيجي يعني الماتش بيبقى مفتوح. هو طبعا لما اتفرج على فرقه النادي الاهلي ابتدى بثلاثة ارتكاز في نص الملعب او 3-2-1، يعني 4-3-3 او 4-5-1 احيانا في الدفاع. هو كان متخوف جدا الشوط الاولاني طبعا، واضحه جدا، والنادي الاهلي استحوذ تماما على اللقاء، حتى نسب رغم ان انا يعني ما بحبش الجا لدي بالمشاهده بتبان انه واضح جدا النادي الاهلي مسيطر خالص على الشوط الاولاني، ما عندهمش رغم الكثافه العدديه ان هم بيرجعوا بيقفوا، لكن ما فيش ضغط خالص في نص الملعب. النادي الاهلي بالنقل شغال بين قفشه والسوليه وحمدي ومعلول وديانج وشحات. كابتن اسامه، بايرن ميونخ منزل على تويتر @FC Bayern ار موعدنا الاثنين 8-2 مع الاهلي. طبعا دي حاجه لا شرف عالمي. طبعا شرف ان على موقع النادي كبير زي دوت، بطل اوروبا ومن اشهر انديه العالم في تاريخ الكره من ساعه ما الكره اتعملت او نشئت او اتلعبت، انه بيكتب على موقعه كده ابطال بيتكلموا مع بعض. هم قبل كده خلي بالك في برضه لما خدنا بطوله افريقيا بعتوا لنا تهنئه. مفيش شك ان بقول لك انت، هو مقدر النادي الاهلي كويس جدا، عارف انه بطل افريقيا، اكيد النهارده اتفرجوا على فرقه النادي الاهلي، ممكن قبل كده ما كانوش بيتفرجوا بتركيز رغم انه الالمان معروف انه طالما داخلين بطوله اكيد حللوا النادي الاهلي قبل الماتش ده، بس اكيد بقى بيتابعوه بقى بالاحساس خلاص انه هيلعبوه بعد 3-4 ايام. فحاجه شرف انه بس مجرد تتكتب كده زي ما انت قلت كده، ابطال قارات بتواجه مع بعض. مزبوط. فحاجه شرف لكل واحد ينتمي للنادي الاهلي. اتفضل. فبالنسبه للنادي الاهلي بقى قلت لك الاستحواذ كان واضح جدا، هما ما بيضغطوش خالص في نص الملعب، وكانت واضحه في الماتشات اللي قبل كده. هو زود واحد في نص الملعب بارتكاز اللي هو بسام الراوي مع بضياف وعلي كريمي، لكن برضو ما قدروش يعملوا سيطره او يحافظوا على او يقللوا من استحواذ النادي الاهلي. فكان جيم او الشوط الاولاني وان سايد جيم او وان سايد بقى مش جيم اون سايد شوت يعني. جبنا جون صحيح. انا بقول في شك في كوره بواليا الهدف الثاني، وكان ممكن كمان بشويه يعني تركيز اكتر كنا ممكن نخلص الماتش، كان هيفرق قوي الشوط الثاني. النتيجه لما وصلت ل1-0 طبعا الامور بقى اتغيرت. مزبوط. في الشوط الثاني وهو ابتدى يعمل تغييرات هجوميه وده صحيح. طبيعي صحيح. فالماتش اتعقرب شويه، لكن برضو منطقي انه انت بتلاعب بطل وفي على ملعبه مغلوب 1-0، بس انه لازم هيجاريك في اوقات وهيعمل خطوره في اوقات، لكن المهم ان احنا نهينا المباراه لصالحنا يعني.